السلام عليكم ورحمة الله. أولا مساكم الله بالخير جميعا في هذه المحاضرة. أكيد طموحين ويدور في بالكم الكثير من الأسئلة وفي شغف. خلنا نبدأ بقصة جميلة في براند الكل يعرفها، ماركة الكل يعرفها، اللي هي ديزني. في أحد ما يعرف ديزني؟ ديزني لاند. ديزني تعتبر حاليا شركة بحجم ميزانيات دول. كيف بدأت ديزني؟ هذا السؤال. ديزني بدأت من رجل برؤية، رجل بسيط يمتلك مهارة الفن فقط، هذا اللي يمتلكه، ما يمتلك إلا فن وقلم. هذا الرجل في يوم من الأيام رسم فار. الفار هذا هو ميكي ماوس اللي كلكم ما في شخص ما يعرفه في الحياة. رسم هالفار فقط، بدأ بالفار، رسم ميكي ماوس وبدأ يعمل قصص في دفتره الخاص. حاول ميكي يمشي، بدأ انه يمشي فقط بهالطريقة ذي اللي كلكم تعرفونها الأيام هذه. أنا أتكلم الآن تقريبا 30 أو 40 سنة للخلف. كانت هذه الفكرة ببساطة، ولكن كان يمتلك رؤية. رؤيته أنه هذا الفار يكون صديق كل طفل في العالم. الفار يكون صديق كل طفل بالعالم، هذه الرؤية كانت. عمل، اجتهد، رسم، لين شافوا شغله أهل المال قالوا والله هذا الشغل ما هو بسيط، والرؤية جبارة، رؤية جبارة، وفعلا هذا الفار عنده قدرة أن يعلم الأطفال بعض الأبجديات وأن يسليهم. جميع البنوك رغبت يكون لها حصة في هذا الاستثمار. سؤالي لكم اليوم، ديزني، ميكي، هالفار هذا هل أصبح صديق كل طفل في العالم؟ مو بس هو، حتى أصدقاء صاروا أصدقاء أطفال العالم، صحيح؟ كلها فكرة، رؤية، استثمار. هذا اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح تكون عنه، عن القوائم المالية وطرق تمويلها. عندك مشروع لازم يكون لك قوائم مالية لهذا المشروع، لابد هالمشروع تنظر له بذكاء، لأنك راح تمول، تحتاج كاش. الكاش هو خلنا نسمي، إذا الماء يجعل كل شيء حي في الجزء في الإنسان البشري، فالمال هو ماء الاستثمارات. لابد أنك تخلق بطريقة معينة، ولابد أن يكون فيه استدامة. لذلك راح أقدم لكم الأستاذ عبيد التميمي، أستاذ في جامعة حائل. تفضل أستاذ عبيد. أستاذ عبيد راح يقدم لكم المحاضرة، وهو اجتهد اجتهاد عظيم حقيقة في المحاضرة، وراح أكون معكم إن شاء الله. تفضل أستاذ عبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الدكتور فيصل فريدي على المقدمة. في البداية، في كل عمل أو في كل نشاط تجاري تحتاج إلى 3 قوائم مالية. القوائم المالية هذه الفائدة منها أو الأهمية منها هي أنك سواء كنت صاحب عمل، صاحب منشأة صغيرة، صاحب منشأة متوسطة، أو مستثمر تبحث عن مشروع تستثمر فيه مبلغ مالي، أو تستثمر في شركة مثلا من شركة الأسهم. إذا فهمت القوائم المالية هذه، إذا عرفت كيف تحللها، كيف تستفيد من المعلومات اللي فيها، وقتها بتصير تعرف وين تحط فلوسك، تعرف تتخذ القرارات المالية المناسبة اللي بتاخذ يعني منحنى إيجابي، تاخذ كل السلام ورحمة الله، خذ راحتك، تاخذ كل القرارات اللي اتخذتها سابقا انه منحنى إيجابي. طيب، عندنا في البداية عندنا الانكم ستيتمنت، قائمة الدخل، عندنا البالانس شيت، قائمة المركز المالي، عندنا ستيتمنت اوف كاش فلو، قائمة التدفقات النقدية. الثلاث قوائم هذه مثل ما قلنا مفيدة لك سواء كنت صاحب خلفية بزنس، دارس كلية إدارة الأعمال، مستثمر جديد، تفيدك بكل الحالات. طيب، قائمة الدخل، عشان نبعد عنكم التعريفات النظرية، بكل بساطة نبسطها، عندك إيرادات وعندك مصاريف، الفرق بينها بيكون عندك ربح أو خسارة. لما ندخل داخل قائمة الدخل، دائما عندنا 3 أنواع من الدخل. عندنا إجمالي الدخل يسمى بالإنجليزي الجروس بروفيت، عندنا صافي الدخل قبل الزكاة، طبعا بالإنجليزي يسمى income before tax اللي هي الضريبة،
وعندنا صافي الدخل بالنهاية اللي هو النت إنكم. كل واحد من هذه يمر مراحل لين نوصل للنقطة الأخيرة اللي هي صافي الدخل النت إنكم. مثل ما تشوفون في البداية عند المبيعات اللي هي الإيرادات، عندنا تكاليف المبيعات. أنت سواء كنت تبيع مواد خام، سواء كنت في مصنع، سواء كنت تبيع جملة، البضاعة اللي عندك هذه لها تكاليف، صح ولا لا؟ فنطرح منها التكاليف، مبيعات، بعدها التكاليف، نوصل للنقطة الأولى اللي قبل شوي اللي هي إجمالي الدخل. نوصل للنقطة الأولى إجمالي الدخل الجروس بروفيت. نبدأ الآن ندخل فيه المصاريف الثانية. عندنا أول شيء نكمل الإيرادات الأخرى وإجمالي الإيرادات اللي هو إيرادات من نشاطات ثانية، سواء كان عندك استثمارات في شركات ثانية، سواء كان عندك مبيعات على الجنب يعني سايد. بعد ما تخلص من الأشياء هذه نوصل ندخل بالمصاريف. المصاريف الإدارية والتسويقية تدخل فيها الرواتب، تدخل فيها الفواتير، تدخل فيها الفواتير الكهرب، الموية، فواتير الصيانة. كل المصاريف هذه أنت تدفعها ما راح ترجع لك، فمجرد هاي مصاريف تندفع تطرحها. نوصل للاستهلاكات. الاستهلاكات أو طلاب البزنس يعرفون الدبريشيشن. الدبريشيشن عندك بضاعة، اشتريت سيارة، اشتريت معدات، بعد سنة قيمتها بتختلف ولا بتكون نفسها؟ تختلف. تطرح قيمتها، الفرق هذا بيكون عندك بالاستهلاكات، النقص هذا بيكون عندك بالاستهلاكات. نطرح المصاريف الأخرى، نوصل بالنهاية إجمالي كل المصاريف اللي صرفتها بيوصل عندنا اللي هو صافي الدخل قبل الزكاة. النقطة الثانية اللي هو الإنكم بيفور تاكس. الآن اللي يبقى عندنا شيء واحد اللي هو الزكاة. بعد ما نخلص الزكاة يوصل عندنا صافي الدخل اللي هو النت إنكم. طيب ترجع أستاذ عبيد على الإيرادات الأخرى، شوف الرقم هنا الإيرادات الأخرى أكيد يتوارى في ذهنكم الكثير الآن. هذه أحد الحلول الذكية اللي حاول نقدمها لكم اليوم. لنفترض أنك فتحت صيدلية، مثلا اكتشفت فعلا الموقع هذا محتاج صيدلية. هذه الحلول أهل الصيدليات وفي القطاع هذا يفهمونها، يقال لها consignments، بمعنى تقول للآخرين تعال نزل بضاعة. أنت ما تشري بضاعة، أنت ما تشري بضاعة، ما هو بعد كريدت. في شركة جديدة حقت أدوية، أنت عندك حاطة استكاتك، هو جاي جديد، تقول له حياك الله أنا عندي هالزاوية هذه خذ حط فيها، لكن مالك حساب إلا بعد البيع، مالك حساب إلا بعد البيع. لو تدخلون المقاهي الآن، أنت تبيع قهوة صح ولا لا؟ جاك واحد متميز، إنسان خلنا نفترض يصلح أكواب بشكل معين، هذه ممكن تكون لك إيرادات أخرى. أنت أصلا البزنس حقك الرئيسي مقهى، لكن هذا يغطي لك بعض التكاليف. هذا أصبح وشه، هل إيرادات من الشغل نفسه ولا إيرادات أخرى؟ إيرادات أخرى. لذلك هل من الذكاء أنك تنوع؟ هل من الذكاء أنك تتحالف؟ وهذه أسئلة أنا أتركها لكم. هل من الذكاء أنك تتحالف مع ناس من اشتقاق صنعتك؟ ركزوا، من اشتقاق سمي صحيح، هو مكمل اصلا، هو يوم يوضعونه يكونوا مكملين لمشروعك. لذلك كنا نقول يشتق من الاساس. في حالات كثيره من رواد الاعمال يشتق من الاساس لين يقوم نفسه ويصير عنده دخل. والله انا صار دخلي ممتاز، الان صار عندي 300,000، ليه ما استثمرها في ارامكو عند الطرح؟ واضح؟ راح تدفع لي سنويا ولا؟ صارت استثمار، ايرادات استثمار. واضحة الفكرة؟ هي الفكرة الرئيسية اللي هي شلون انك تستفيد من الاشتقاق. تفضل استاذ. طبعا في نقطة مهمة، إذا كنت مستثمر لما تشوف القوائم المالية للشركة وتشوف الإيرادات أو تشوف أنت بالبداية اللي هو النت إنكم، صافي الربح. فرضنا كان صافي الربح شيء ممتاز وشيء جيد بالنسبة لهم. لازم ترجع تفصل في الإيرادات عندهم. لو كان فرضا الدخل الاعلى من الايرادات الاخرى، في هنا مشكله عندك. لازم ترجع للاساس، ترجع للداخل القوائم الماليه. لما يكون دخلهم من الايرادات الاخرى اعلى من الايرادات الاساسيه، هذا دليل ان خط الانتاج الاساسي عندهم في مشاكل. طيب النقطه الثانيه، قائمه المركز المالي او البالانس شيت. قائمه المركز المالي عباره عن تقرير عن الحاله الماليه للمنشاه في تاريخ معين. الكلام هذا معناته
أن قائمة المركز المالي في وقت معين في ثانية معينة توريك الوضع المالي للشركة، قبلها أو بعدها بيختلف لأنها مربوطة بالعملية الكاملة للشركة. صارت عملية بيع، صارت عملية إيراد جديد، صارت عملية شراء جديد، تتغير كل القائمة عندك بالضبط بالضبط. المعادلة البسيطة هي أصول يساوي التزامات زائد حقوق ملاك، assets equals liabilities plus owners equities. طيب بسم الله. القوائم الموجودات أو الأصول، طبعا أنا أحب الإنجليزي أكثر لأنها كلمة واحدة assets، لكن عندنا بالعربي أصول موجودات، عندنا التزامات ومطلوبات، عندنا حقوق الملاك أو حقوق المساهمين. طيب في البداية الموجودات المتداولة، عندنا في شيء اسمه موجودات متداولة، موجودات ثابتة. الفرق في فرق بسيط بينه، أنا أشوف معنى طلاب محاسبة وأشوف معنى طلاب مالية، في أحد يفرق بين الكرنت أسيت والكرنت لايبيليتيز أو عفوا الفيكست أسيت؟ هذه أيها هذه الثابتة ولا المتداولة؟ الثابتة. المتداولة زي استثمار الأسهم واستثمار ببساطة يعني بالضبط. المتداولة شيء تقدر تحوله الكاش خلال سنة واحدة، أي شيء سواء كان عندك المخزون سواء كان عندك استثمارات، إذا قدرت تحول الكاش هذا أو كان قابل عفوا الأصل هذا قابل للتحويل خلال إلى كاش خلال سنة واحدة، هذا يعتبر موجود متداول أو current asset. إذا كان شيء ثابت ما تقدر تحوله خلال كاش خلال سنة واحدة، أو أنك ما عندك نية تبيعه أصلاً، أنت مصنع تبيع المصنع اللي تملكه؟ طبعاً لا ما راح تبيعه، بالتالي هو من الفيكست أسيتس أو الموجودات الثابتة. المخزون اللي هو الانفنتوري يختلف على حسب اختلاف الاندستري الصناعة، يعني عندنا مصنع مثلاً عنده ثلاث أنواع من المخزون، عنده مواد خام وعنده مواد تحت التصنيع work in progress وعنده مواد جاهزة للبيع. الثلاث نقاط هذه أو الثلاث أنواع هذه كلها تدخل تحت بند المخزون، بينما مثلا في قطاع التجزئة شخص يعمل في قطاع التجزئة عنده ما مجرد بضاعة جاهزة، فما راح يكون عنده الأشياء الثلاث هذه، عنده بضاعة جاهزة يدخلها في المخزون. لكن فرضا تطبيق خدمات، هل عندهم مخزون؟ هل راح يكون عندهم شيء يبيعونه؟ لا، هو مجرد خدمة يقدمونها، ما عندهم مخزون، ما عندهم شيء يمشونه في المخزون. طيب المطلوبات المتداولة والمطلوبات الغير متداولة، نرجع قبل شوي الفرق بين الكرنت والفيكست. الكرنت لايبيليتيز والفيكست لايبيليتيز أو اللونج تيرم لايبيليتيز عفوا. الكرنت لايبيليتيز خلال سنة واحدة، خلال سنة واحدة لازم تسدده، لازم تتخلص منه، هذا الكرنت لايبيليتيز. الفيكست أو اللونج تيرم خلال أكثر من سنة. طيب فرضا عندك قرض، السنة الأولى القرض مثلا قيمته 100,000، السنة الأولى تبي تسدد منه 10,000، ال10,000 وين تروح؟ في الكرنت لايبيليتيز. ال90,000 الباقية وين؟ في اللونج تيرم لايبيليتيز اللي مسددها السنوات القادمة، الغير متداولة بالضبط. حقوق المساهمين إجمالي المطلوبات والحقوق الأقلية، بما أن الدكتور فيصل يعني عنده خبرة في المجال هذا إن شاء الله يفيدنا. بس حاب أبسط الفكرة لكم بشكل أكبر. الأصل ترى سهل جدا، له شروط، شيء تشريبي مقابل مالي، له تاريخ انتهاء، وقادر على جلب الأرباح، قادر على جلب الأرباح. إذا أنت فتحت لك محل وكلفك وجيت تقول والله هذا مو مدخل لي أرباح، هذا أنت اختيارك للأصل غير سليم، صحيح؟ لذلك لازم الواحد يتأكد أن الأصول اللي اختارها قادرة على جلب الأرباح، السيارة اللي تختارها حتى لازم تكون قادرة على جلب الأرباح. عاد المعادلة بسيطة المحاسبية، الأصول تساوي الديون زائد حقوق الملاك. طيب عرفنا الأصول، واضحة للجميع الأصول. طيب خلينا ندخل بالديون. الديون أي التزامات مالية عليك تحتاجها لإيجاد الإيرادات، ولا التزامات مادية عليك. الالتزامات هذه بعضها قصير خلال سنة لازم تسددها، اللي مثل ما تفضل الأستاذ عبيد هذه قال لها ديون قصيرة الأمد، وفي دين لا والله طويل الأمد، أحد دعمك بمبلغ مليون أنت محتاج تسدد خلال 5 سنوات. خلال 5 سنوات لو قسمنا مليون على 5 كم بالسنة؟ كم؟ 200,000، صحيح؟ الـ200 هذه ايش تصير؟
تصير ديون قصيرة أمد والباقي يصير وشو؟ طويل أمد. ممتاز. كذلك الأصول خصوصا في البضاعة قطاع التجزئة، الأصول اللي عندك ترى تعتبر مخزون، مخزون لأن بضائع تعتبر، ولا هي بضائع هذه على طول سرعة التداول فيها، فيها سرعة تدوير، تدورها بسرعة. الذكاء بالتدوير، أنا بضاعتي اللي شريتها الشهر هذا أدورها أنا، خلي بسطها بشكل أكبر، أنا صاحب محل شريت مخزون ب20,000، زين ب20,000، كم شريته؟ 20,000. الذكاء وين؟ العشرين هذه كم مرة أقدر أدورها خلال شهر؟ في إنسان العشرين يدورها مرة واحدة بالشهر وتدخل له فقط 1500 أرباح، وفي إنسان العشرين يرجع يشتري فيها مرتين، يعني يدورها كم؟ 3 مرات، ربحه كم؟ 4500. هذا ناجح ولا مو بناجح؟ عنده سرعة تدوير. ترى بكرة لجيتون تقدمون على البنوك الكل راح يسألكم الأسئلة هذه، كم سرعة تدويرك؟ لذلك عرفنا المخزون كيف ندوره. طيب الأصول، أنا الآن فتحت شركة، وهذه ترى أتكلم لكم من تجربة ومن خبرة، الأصول الطويلة الأمد اللي هي المكلفة لبداية مشروعك هي تقريبا الأساسية في بداية أي مشروع. هذه الأصول المكلفة كونوا أذكياء، كونوا أذكياء، اعملوا كما يعمل العصاميين، اعملوا كما يعمل العصاميين. لذلك ابدأ وشغل القليل لأجل تصل للكثير. لا تشترط في البدايات تقول أنا محتاج أكون حجمي كبير لأجل، لا أنت ممكن تكون منافس وشرس إذا قريت الماركت بالشكل السليم ودخلت، لأنك داخل بالشكل السليم. ما هو بشرط أنك تكون كبير وتنكسر. أغلب حالات الخسائر اللي هي البدايات يعني بادي كبير وما هو قادر يسيطر، ما تعلم الصنعة، ما تعلم الصنعة، لكن يوم تبدأ صغير حتى ضربتك تكون خفيفة. صحيح ولا مو بصحيح؟ يوم أنك تلتزم بعشرة عمال معك مثل يوم تلتزم مع عاملين، بالضبط. لذلك لازم نكون أذكياء في اختيار أصولنا وفي شراء الأصول. تفضل السلبين. بالنسبة لحقوق الملاك، هذا موضوع ودنا أجلس شوي لأن المعادلة المحاسبية راح أوضحها لكم بشكل أكبر، لكن على المستوى اللي حنا فيها الآن راح نذكر مثال ديزني وراح نرجع لطرف الموضوع هذا، لذلك خلنا نتركه شوي. تفضلي. ممتاز. لكل أصل تاريخ انتهاء. سؤال ممتاز. الآن السيارة، تبغى نحسب حسبة بسيطة سريعة؟ ممتاز. ممكن جوالك، هذا جوالك، إيش نوعه؟ تسمحي لي؟ ممتاز. آيفون 6. طيب خلنا نختار، في متبرع من الشق هذا؟ حد يتبرع؟ نبي نحسب حسبة بسيطة. تسلم، طلع جوالك، افتح لها الحاسبة. كم شريتي فيه؟ طيب سؤال، هذا يوم أنشره شري لأجل الشركة مو لأجل استخدام خاص. أنا افترض أنه شري للشركة لأجل إجراء اتصالات مع الزباين، ما فيه خط هاتف قريب، استخدمنا الجوال. كم شرينا الجوال؟ نفترض مثلا رقم 3700. 3700. الأجهزة لها تاريخ انتهاء. تقريبا متى نبدأ نغير الجوال غصب؟ بالنسبة للآيفون 3 سنوات. 3 سنوات. طيب الآن 3 ضرب 12 بالشهر، صح ولا لا؟ الشهر 12، صح ولا لا؟ 3 ضرب 12 كم؟ 36. اقسم لي 3700 على 36، 102. هالجوال يخسر من قيمته 102 ريال كل شهر، 102 ريال كل شهر. لك كم الجوال معك؟ سنتين. طيب 102 اضربها لي ب 24 اللي هي سنتين الاستخدام، كم؟ الجوال هذا الآن خسر من قيمته كم؟ 2466. نقصه من 3700، نشوف كم سعره لو بعناها اليوم، لأنه واحد من الشروط الأصل قابل للبيع ولا قبل لا تنتهي مدته. 1234. يسوى 1234 بالسوق. هل هذا حسبة دقيقة ولا غير دقيقة؟ أحد يتحداني بالرقم هذا؟
صحيح؟ هذا سعره بالسوق، لأنه حنا نتعاطى مع الأمور بالشكل هذا. هذا أصل له عمر 3 سنوات، السيارة لها عمر 5 سنوات، هذا عاد شق محاسبي. المباني لها عمر 25 سنة، هذا عمر محاسبي، عمر محاسبي. السلعة لها عمر محاسبي. في ناس أذكياء في إدارة الأعمار، يقدر يستفيد من عمر الشيء اللي عنده أفضل من غيره. هذا منه اللي يفكر كعصامي، ولا فعلا يطل يعني الأصل يوم شراه كل ريال استثمره ممكن يطلع له ريال ونص، واضح؟ لذلك لازم نكون حذرين باختيار الأصول. فتحت مقهى أحتاج مكاين، أغلب الناس تتكلم يقول أبي مكيل ب20,000 30,000، ما هو بشرط. أنت تحتاج شخص ماهر، محتاج نوعية كوفي معينة، محتاج مكينة متميزة قابلة على الصيانة وسهل صيانتها. لازم يكون عندك تحكم، لازم يكون عندنا وشو؟ تحكم. يوم نشر الأصول نكون منتبهين، هذه أصولنا اللي حنا نبيها. الآن شريت لي أرض مساحتها 4,000، المشروع حقي ما هو محتاج أكثر من 1,000 الآن. مشروعي يحتاج كم؟ 1,000. أرض أخذتها من البلدية 4,000، أنا ما أبني 4,000، أنا أبني 1,000. أنا أبني وشو؟ 1,000. لو أجرت، وهذا السؤال لكم، لو أجرت 3,000 يصير بالنسبة لي وشي؟ إيرادات غير الإيرادات الأخرى، هذا يصير وشو؟ إيرادات أخرى. ممتاز. طيب، خلصنا من الإنكم ستيتمنت، خلصنا من البالانس شيت، نوصل للقائمة الثالثة اللي هي قائمة التدفقات النقدية، ستيتمنت أوف كاش فلو. بغض النظر عن التعريف النظري هذا، أنت الآن تبي تستثمر بشركة أو كنت صاحب منشأة، تبي تشوف الكاش اللي عندك شلون يدخل، وين يدخل، وشلون صرفته، أو شلون الشركة اللي بتستثمر فيها صرفت الكاش هذا. عندنا 3 أنشطة، 3 أنشطة في الكاش فلو أو اللي هي قائمة التدفقات النقدية. عندنا الأوبريتنج أكتيفيتيز، النقد من الأنشطة التشغيلية. عندنا الانفستمنت أكتيفيتيز اللي هو النقد من الأنشطة الاستثمارية. وعندنا الأخير اللي هو الفاينانسينج أكتيفيتيز، النقد من الأنشطة التمويلية. كل واحد منها هذه يعني شيء، وكل واحد له أهميته الخاصة. لكن إذا أنت مستثمر أو إذا أنت صاحب منشأة، أهم شيء النقد من الأنشطة التشغيلية يكون عندك أعلى من الاثنين. لما تشوف مثلا شركة عندها الكاش 1,000,000، لكن تشوف الأغلبية مثلا 900,000 من الأنشطة التمويلية، هذا شيء مؤشر سيء، لأنهم أخذين 900,000 قرض أو 900,000 تمويل من جهة خارجية. لكن لما يكون النقد من الأنشطة التشغيلية هو أعلى شيء، هذا دليل أنه جالس يصرف البضاعة بشكل سريع، وتدوير المبالغ عنده بشكل عالي. طيب، الستركشر حق الستيتمنت، في البداية ناخذ صافي الدخل. صافي الدخل اللي هو النت إنكم. النت إنكم من وين أخذناه؟ من الإنكم ستيتمنت. عندنا الاستهلاكات اللي هو الديبريشيشن، ليش نضيفها هنا؟ المبالغ اللي خصمناها من الجوال هذه، هل انخصمت فعليا؟ هل دفعنا كاش؟ ما دفعنا كاش، نرجع نضيفها مرة ثانية. نضيف النت إنكم، نضيف الاستهلاكات، نضيف الحسابات المدينة. وش الحسابات المدينة؟ اللي هي الأكاونت ريسيفبل، مو بالالتزامات، حسابات المدينة اللي مستحقة، اللي هي أنا أعطيتك بضاعة ما دفعت فلوسها، أسجلها عندي مبلغ، صح؟ هل استلمت كاش أنا؟ ما استلمت كاش، أروح أطرحها مرة ثانية، لأني بالنهاية فعلا ما استلمت كاش. فالستيتمنت أوف كاش فلو دائما يمشي بالعكس. إذا استلمت كاش أنت تمشي على مبدأ الكاش، هل استلمت كاش؟ تضيفه، هل دفعت كاش؟ تطرحه بهالشكل هذا، بغض النظر كان ربح أو خسارة، كان إيراد أو مصروفات. يعني نضرب مثال، عندك الفاتورة ما سددتها، أطرحها ولا أضيفها؟ عندك فاتورة مثلا كهرب للمستودع، ما أسمع، نطرحها؟ أنا ما سددتها، نضيفه. بالضبط، نضيفه، لأني ما سددت شيء أصلا، أنا ما دفعت شيء، فأرجع أضيفه. طيب، بعد ما نخلص التغييرات الأخرى في نشاط العمليات الـ Operating Activities، ندخل في الـ Investment Activities. وش الـ Investment Activities؟ نشاط الاستثمار، عندي أرض بعتها، عندي مستودع ما أحتاجه بعته، هذا الـ Investment. عندي استثمار مستثمر في شركة ثانية جاني منها كاش، هذا الاستثمارات. هذا كويس يكون عندك، لكن نرجع لنقطة أنه المفروض ما يكون أعلى من نشاط العمليات.
بعد هذا كله، بعد نشاط العمليات الـ operating activities، بعد نشاط الاستثمار الـ investment activities، نوصل للتغيرات الأخرى في نشاط التمويل أو الـ financing activities. الـ financing activities بشكل مختصر أي عملية تمويل أخذتها من جهة من خارج الشركة أو من خارج المنشأة تصب في البند هذا اللي هو الـ financing activities. طيب عندك شيء تضيفه أبو ضيف؟ نعم. الآن شفتون القوائم المالية، تذكرون ديزني صحيح؟ الآن هل أحد عنده استطاعة أن يستثمر في مشروع خاسر؟ متى؟ إذا ليش فشل المشروع؟ هذا أول سؤال احنا نسأله. أول سؤال، خلنا أقول لكم أهم ثلاث نقاط في أي مشروع لا جيت تقدم لحد ولا لا جيت تنظر لنفسك، خصوصا إذا تقدمت لناس عندها الخبرة والخلفية. ترى ما نستثمر فقط بالفكرة الناجحة، الفكرة لا تعني النجاح، أستثمر بالفكرة. فكرة لحالها لا تزود ولا تنقص إلا إذا كان خلفها رجل أؤمن فيه. لذلك استثمر كذلك بالشخص، ولا لذلك أول شيء الفكرة، الشخص، وهم ثالث عامل الرؤية، وين موجهه، هذا وين فيه. تفضل. الآن نبي نرجع من البداية. أهمية القوائم المالية، قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، بكرة لابد المشروع يمشي، يعني يقف على رجوله. الكل يبي يكون جزء منك، بس بشرط ان عندك هذا القوام. لازم تثبت، ولا هذا الشرط اللي بينك، هذا التعاقد اللي ما بينك وما بين المستثمرين، هذا هو مع البنوك. هذا تقدر تقولون جواز السفر للنجاح، هي جواز السفر للنجاح. محتاج تكون موجودة، محتاج أنها تكون صادقة، محتاج أنها تعبر عن الحالة الطبيعية الفعلية. الناس ما راح تعطيك ريال لجل شخصك أو لجل فكرتك أو لجل رؤيتك إلا إذا فعلا حطيتها كلها بقالب واحد وبديت تشتغل وعندك هالقوائم المالية. دراسة الجدوى، لابد عند دراسة الجدوى وجود الميزانية المتوقعة. الميزانية المتوقعة صحيح، لأننا ندرس التكاليف المشروع، نشوف المشاريع المقاربة له، نشوف هالمشاريع المقاربة له كم دخلها تقريبا. لازم نسأل، لازم نستفسر على الأسئلة هذه، كم دخلها تقريبي. لازم يكون عندي انطباع معين، لأنه لو في يوم من الأيام احتجت كاش، احتياج الكاش ليه يجي؟ الإنسان الناجح يحتاج كاش وتمويل، وإن شاء الله أستاذ عبيد يغطيها. التمويل عندها نوعين، لا احتجت كاش من الداخل أو تمويل من الخارج. الآن نقول الأهمية وين. جميل الشخص يوم يبحث عن تمويل لأنه ما هو قادر يغطي حجم الطلب اللي عليه، ما هو قادر يغطي حجم الطلب اللي عليه، أو أنه فعلاً يفكر بالتوسع، أو يفكر بالتوسع. الآن اذكروا هذا الموقف اللي أمامكم. أنا الآن واقف بوسط القاعة صحيح، أول ما أقف على رجولي كمشروع وفعلا بديت أغطي تكاليفي وبديت أنتج كثير من الأرباح، خلنا نقول أقدم 4 سنوات. الآن أنا عندي خيار متميز ولكن صعب. سؤالي، هل أفتح فرع ثاني أو أدخل في مجال التصنيع؟ خليني أقول مثلا أنا عبارة عن، خلينا نفترض كريسبي كريم لأنه قريب في حائل، حنا نتكلم من أفضل المقاهي، ولا أو دونت أو بيت الدونت بغض النظر عن الأذواق. أنا الآن فتحت فرع واحد، أنا الفرع هذا كلفني 900,000، الفرع هذا دخل لي إلى الآن 1.5 مليون. الآن أنا أرباح حجم طلب عالي عندي. الآن عندي سؤال، هل أخطي خطوة للأمام وأقرب على الزبون آخر أصير في منطقته،
هذه قال له خطوة للأمام أني أفتح فرع آخر، زين، أو أني أخطي خطوة للخلف وأدخل في مجال تصنيع القهوة اللي أنا أصلحها، أو تصنيع الحلى تصنيعه، أصير أفتح لي مخبز يورد المحلي. واضح؟ لذلك التاجر عنده خيارين، لا وقف، خطوة وين؟ للأمام وخطوة للخلف. التميز وين يحصل دائما؟ الخطوات اللي للأمام ترى مهمة أكثر في البدايات، مهمة أكثر لأنك قاعد تعرف بنفسك، صحيح؟ أول ما تثبت نفسك تبدأ تخطي وين؟ لأنه خلف، خلاص وصلت للزباين كلها، كسبت الناس كلها، الآن تقول يلا أنا بندة، والله عندي جميع المنتجات، أنا ملاحظ المنتجات حق التنظيف هذه متميزة، أرباحها عالية، هامش الربح يصل 40%، أنا ليه ما صنع كبندة؟ مو هذا اللي حاصل؟ نلقى أشياء بندة؟ أي شيء تشوفونه في بندة، البندة عرفوا أن هامش ربحه ممتاز، وبندة اتخذت القرار أنها وشه تاخذ خطوة للخلف، لأنها صار اسم معروف، اسم معروف. الآن عاد ندخل في الحلول التمويلية، تفضل أستاذ عبيد. مثل ما تفضل الدكتور فيصل، قلنا عندنا تمويل داخلي أو الحلول التمويل الداخلية، وعندنا تمويل خارجي. طيب ندخل فيها مباشرة لأن التعداد ما في فائدة. في البداية التمويل من خلال رأس العامل، الرأس العامل اللي هو الوركينج كابيتال، يتم عندنا بطريقتين. عندنا ترشيد استهلاك المخزون مع مراعاة التوقيت المناسب لتطبيق هذه الطريقة. الكلام هذا معناته أنت الآن عندك مخزون، وبشكل مستمر كل ما بعت تروح تعبي المخزون عندك عشان ما تفضي البضاعة، عشان ما يفضي المستودع. تعبية المخزن هذه تأخذ منك كاش، صح ولا لا؟ فلما تأخذ منك كاش هذا يأخذ منك فرص التمويل، لما يكون عندك هدف للتمويل تصرف بالنهاية على المخزن هذا. لكن لو فرضنا أنت دائما عند حد 30% من المستودع، لو وصل المستودع عندك أقل من 30% ترجع تعبيه كله 100%، تنزل الرقم هذا تقول لا بخليه إلى 15%، إذا وصل 15% بروح أعبي المخزن كله. الهامش هذا حق 15% ممكن يعطيك مساحة تمول المشروع حقك الأشياء ثانية، الكاش هذا حق 15% الفترة الزمنية هذه تستفيد منها بأشياء ثانية. لكن خلنا نفرض مثلا سويت الطريقة هذه على تخفيضات اليوم الوطني، بكل بساطة بينتهي عليك المخزون، التخفيضات وصلت 30% 40%، انت عليك المخزون خلال يومين ثلاث أيام، هل هذا كان خيار كويس؟ لا طبعا، لازم تختار التوقيت المناسب لبضاعتك والمواسم اللي حولك، انت لازم تعرف تقرأ السوق وتعرف تقرأ مؤسستك الخاصة. طيب النقطة الثانية اللي هي تمديد فترات تسديد الموردين وتقليص فترات تحصيل مبالغ الزبائن. الآن بين الموردين وبين المشترين في أحيانا بعض الاتفاقيات، يعطيك بضاعة مثلا يقول إذا سددتها خلال شهرين بعطيك خصم 15%، أنا أبي الكاش بخصم لك 15%، لكن سددتها خلال ثلاث أشهر بتسدد المبلغ كامل. في البداية أنت لما يكون عندك كاش دائما تحاول تسدد في خلال الشهرين، ليش؟ لأنك تبي الخصم هذا، محتاج الخصم هذا. لكن لما يكون عندك نقص بالكاش تكون محتاج التمويل، تكون محتاج كل ريال، بتضحي بالخيار هذا وبتخليه تسد لآخر شيء. ممكن تتفاوض معاه أصلا، ممكن تكون علاقتك ممتازة مع المورد هذا، تقول لا مدد لي شهر زيادة، أنا ما عندي كاش الحين، مدد لي شهر زيادة. نفس الشيء يصير بالعكس، فرضا أنت مورد أو أنت تبيع بضاعة، تبيع بالجملة أو تبيع بالمواد الخام، نفس الشيء تعطيه مهلة وتعطيه الخصم. لكن لو علاقتك معه كويسة مثلا أو تدري أن عنده الكاش تضغط عليه تقول لا والله أنا بدل الشهرين أبيها خلال الشهر هذا المبالغ. طبعا كل هذا لازم يصير مع مراعاة أنك ما تضرب علاقتك مع الموردين والزباين، لأنك لو ضريت بالعلاقة هذه لازم تبني علاقات جديدة مع ناس جدد، وهذا بياخذ وقت. أنت أوريدي أصلا استابلشت، أوريدي أنت مؤسس علاقاتك، إذا ضربت العلاقات هذه خصوصا لمنشأة صغيرة أو متوسطة بيكون التراجع يعني أو الوقوف مرة ثانية بعد السقوط هذا صعب جدا. طيب التمويل من خلال الأرباح المحتجزة أو هو الريتيند إيرنينجز، أنت كمؤسسة أو كشركة مساهمة مثلا سنويا عندك الأرباح، لو كان عندك مساهمين أو حتى الشركاء عندك الخيار توزع الأرباح هذه تستفيد منهم. لكن فرضا أنت ناوي تتوسع، ناوي مثل ما قال أبو ضيف أو دكتور فيصل تأخذ خطوة للأمام، تقدر تحافظ على الأرباح هذه ما تصرفها ما تعطيها المساهمين وتستفيد منها بالتوسع هذا.
لكن هذه نقطة مهمة، أنك ممكن لك فترة كشركة مساهمة مثلا لك فترة ما وزعت أرباح، هل المساهمين بيرضيهم قرار أنك ما توزع أرباح مرة ثانية؟ طبعا لا، بيضر فيهم. بالتالي الخيار هذا مناسب جدا، لكن بنفس الوقت لازم ما يكون مضر بعلاقتك مع المساهمين، مضر بسمعتك بالسوق. يعني فرضا إن شاء الله يعني صار عندك شركة مساهمة، تسمع الآن المعروف الآن في السوق الأسهم أكثر الشركات اللي توزع أرباح البترو كيماويات، فأنت كمستثمر داخل السوق وين بتروح مباشرة؟ بتروح بترو كيماويات لأنك تبي أرباح. فلما تكون سمعتك بالسوق أنك ما توزع أرباح أصلا، ما حد راح يجيك، ما حد راح يستثمر. في ناس يبون ربح مباشر على طول، يبيك يدخل السهم اليوم يشتريه منك بعد سنة يبي الربح. طيب عند سمي بالضبط بالضبط صحيح صحيح. طيب عندنا الأوراق التجارية، وهذه بنرجع فيها للدكتور فيصل لأن عنده علم أكثر فيها، لكن الأوراق التجارية في العادة هي تصدر خلال سنة واحدة، يعني التسديد يكون خلال سنة واحدة، عكس الأسهم، عكس السندات، عكس الأسهم الممتازة. خلال سنة واحدة بعطيك الورقة التجارية هذه، بتسددها لي بتشتريها مني خلال سنة، أنا بسدد قيمتها. فيها مشكلتين هي، أو فيها نقطتين هي. أول شيء خاصة خلال سنة واحدة الحسابات الصغيرة، الأكاونتس بايبل، الفواتير، المصاريف، لكنها تعتمد على سمعتك أو جودة سمعتك في تسديد القروض وتسديد الفواتير. فلو كانت سمعتك مو بذاك الزود، سمعتك مضروبة من ناحية التسديد، ما حد راح يتشجع أصلا يشتريها منك، تضطر بالنهاية تقليل القيمة الأسمية. بدل ما تكون تبيعها فرضا بألفين ريال رقم فرضي، بتبيعها مثلا بألف وخمسمية. الخمسمية هذه كلها تخصمها ليش؟ عشان تشجع الناس يشترونها منك وترجع قيمتها لهم نهاية السوق. طيب الآن قبل ما ندخل التمويل الخارجي، الدكتور فيصل إن شاء الله عنده الخبرة والمعرفة المناسبة. أكيد في أسئلة تدور في بالكم كثير عن الحلول التمويلية، صحيح؟ لأنه واحدة من الحلول، هل أنا أحتاج أخرج للخارج عشان أحل مشكلة أو أوفي طلب؟ بعد أن أسأل السؤال هذا، لأني لا خرجت للخارج راح ارتبط، والارتباط مع الغير قد يخلق تحكم علي، صحيح؟ الآن السؤال، متى أخرج ومتى أمول نفسي من الداخل؟ تذكرون يوم قلت اشتغلوا كعصاميين، اختاروا أصولكم بعناية، تذكرون هذا الكلام؟ هذا المفروض تسوونه، حاولوا دائما التغطية من الداخل، هذا الخيار الأمثل، هذا الخيار الأمثل. خروجك فشل في البدايات، خروجك فشل في البدايات. تبي تحكم، دخلت ثلاثة أصدقاء في مشروع، ثلاثة أصدقاء دخلت في مشروع، كل وضع 50,000 في هذا المشروع. بعد 9 أشهر والله جاء الصيف بيسافرون الشباب يبون أرباح، ممكن يدمر المشروع في هذه اللحظة، لأنه الأشخاص شافوا قيمة الأرباح الآن أعلى من قيمها المستقبلية. يا من انتهت مشاريع ناجحة بسبب سوء التركيب والشراكة، عقد الشراكة الرئيسي. هذا اللي بدخلنا فيه. في بداية أي شراكة، في بداية أي تأسيس في شيء نسميه عقد التأسيس، عقد التأسيس، نشرت على شركائنا أنه لا يتم توزيع أرباح إلا بعد 3 سنوات مثلا، أو ممكن نستخدم أدوات مالية ذكية اللي هي عبارة عن القشرة الأخرى من الأوراق المالية اللي هو التحليل المالي. واحدة من أدوات التحليل المالي أقول له طيب كم سنة المشروع ذا يرد تكاليفه، نقسمها ونشوف الطلب وزين المتوقع. أقول والله المشروع ذا عنده قدرة أنه يسد تكاليفه خلال 4 سنوات مثلا، أو على حسب حجم الطلب اللي أنا متوقعه وعدم دخول منافسين شرسين وممكن 2 سنين. نقول طيب أوكي، حنا خلنا متحفظين، نقول بعد 2 سنين نبدأ نصرف 10%، صح ولا لا؟ قلتي جزئي، لكن ما نبدأ نصرف أرباحنا الحين اللي بنصرفها إلا بعد ما المشروع فعلا وقف وصرنا في موضوع اختيار أحد الخطوات،
صحيح؟ يوم تختار احد الخطوات الكل يجيك لحدك لان حجم الطلب جاء ارتفع. ايش الميزة هنا؟ لا تطلع برا الا لو صرت قوي. لو صرت قوي اذا كان سعر القرض او نسبة الارباح على القرض 6% انت قوي. ايش يعني انت قوي للبنوك؟ يعني ان الخطر معك ضئيل. خطرك ضئيل يعني ممكن ادفع هامش ربح للبنك 1.5% لان يصير عندي قوة تفاوض. يصبح عندي وشو؟ قوة تفاوض. لان البنك عارف كاش جالس عندي ما هو مستفيد منه. انا الخطر عندي ضعيف. ماني مثل غيري. غير الخطر عنده عالي. يعني الريال ممكن ما يرجع. لكن انا مع الريال مضمون لذلك يشتغلون معي ولا يشتغلون مع الاخرين. سهل. سهل بالنسبة لي. لا اصبحت ناجح تطلع الخارج بقوة. الكل يبي حصة منك. الكل يبي حصة منك. الحصة اللي الكل يبيها منك هذه شو نسميها؟ حقوق الملاك. المعادلة المحاسبية تذكرونها؟ الأصول تساوي الديون زائد حقوق الملاك. يشرون يعطونك دراهم مقابل سهم. الدراهم هذه تأخذها تقول والله احنا عندنا المشروع الفلاني محتاجين دراهم. والله احنا قوية خلينا ننزل سهمنا بالسوق. السهم القيمة الدفترية حقته نفترض 10 ريال مثلا. والله الناس من رغبتهم انا ما طرحت من اسهم الا 5% بس من رغبة الناس بسهم يوصل 50 لانه صارت مضاربة عليه. بس سهمي قاعد يدخل سنويا 12 ريال يعني للمستثمر. سهم محترم. بس بالمقابل جاء شخص واشترى نسبة كبيرة من اسهمي صار له حقوق ملكية علي ولا صار يقدر يشارك في مجالس الادارة ويتخذ قرار. صحيح ولا مو صحيح؟ حقوق الملكية ممكن تضيع الشركة من يدك إذا ما عرفت تديرها بالشكل السليم لأنك ما احتجت الكاش إلا لجل تشتغل. حقوق الملكية تفقدك سيطرة. لذلك السؤال لكم لبديتوا مشاريعكم هل محتاجين السيطرة؟ يعتمد. أحيانا أنت محتاج تشارك ناس ذوي مهارة لأنك داخل في مشروع ذوي يعني اختصاص عالي. لذلك أنت محتاج ذوي المعرفة لأن معرفتهم لها قيمة عالية لك. صحيح؟ هذه المعرفة تخلق اسم. هذا الاسم يخلق أرباح. هل الاسم بحد ذاته يخلق أرباح؟ إلا يخلق أرباح. أنا لو أقول لكم اليوم راح يفتح ستاربكس في حائل وش راح يصير؟ خلنا نفترض أختار ستاربكس أن يفتح في سلمى مول. ايش راح يصير في سلمى مول في يوم وليله؟ قد صاحب المول يقول للمستثمرين او المستاجرين راح يفتح معي عندي ستاربكس ان شاء الله وراح ارفع الايجار. الاسم جاب له دراهم ولا ما جاب له؟ اسم ثقيل له زباينه. اسم تدويره عالي. اسم الكل عارف الجودة. الجودة مرتبطة فيه في قطاع معين. الاسم قادر خصوصا إذا الاسم هذا خلق علاقة متميزة مع الزبائن. كل ما جيته هو متميز. كل ما جيته وهو متميز. اسم يقول لي واتمنى من شبابنا وشاباتنا اللي عندهم محلات كوفي شو تجربة ستاربكس الناجحة. ستاربكس قال إذا ما عجبتك القهوة نسوي لك واحدة غيرها وبنفس طيبة. صحيح؟ هل الكل يستخدم سياسة ستاربكس؟ أنتم عارفين ستاربكس أنه يوم توسع صارت عنده مشكلة. خلنا نعطيكم مثال ممتاز. شفتون سيات الكافيه؟ سيات الكافيه كان في جاردن مول. جاردن مول فيه كان محل اسمه سيات الكافيه. أكيد شفتونه لونه أحمر. أحمر وأبيض كان تحت قبل كم سنة. حين راح ترى سيات الكافيه كان قبل ستاربكس وكان يورد لستاربكس. في البداية تستخدم ستاربكس النوع البن عنده ممتاز. تجاوز وشراه وبعدين قال والله أنا عندي مشكلة بن. الحين أنا توسعت الناس عرفتني كاسم أبرح أشري مزارع. خطوة خطأ خطأ للأمام توسع صار اسم. الآن أنا بضمن جودتي صح ولا لا؟
اضطر يرجع الخلف ويشري مزارع، وصار في المزارع هذه يزرع البن. الصف الأول الفاخر يروح لمحلات ستاربكس، الصف الثاني يروح للسوبر ماركت، الصف الثالث ما يطلع يباع داخليا. شوف الذكاء كيف، ذكاء تجاري، لكن بدأ من شخص يعشق البراند. لذلك هذه الأسئلة اللي حنا نطرحها لكم، لابد في يوم من الأيام، وهذا الشيء الطبيعي، إن الاسم التجاري اللي أنت خلقته راح الكل يبي منه جزء، وراح تطرح أسهم، لكن كن ذكي حتى يوم تطرح أسهمك إن السيطرة تكون معك، لا يصير فيكم مثل ما صار على ستيف جوب. تعرفون قصته؟ تفضلي. قلتيني تعرفون قصة ستيف جوب؟ ستيف أسس شركة أبل. ستيف جات البنوك قالوا كلنا بندخل معك، طلعت الشركة، عارفين اللي تشوفونه الأيقونات، هو اللي جاب أيقونات، ترى ما هي المايكروسوفت، هو اللي خلقها. هذا الرجل بدأ فيها مشروع ناجح، الكل جاء قال حنا معك، أبدأ بداية الأجهزة، لين دخل مساهمين وبنوك قالوا له أنت اتخذ القرار عندك صار سيء، بالله توكل على الله. طلعوه قالوا أنت من الملاك الرئيسيين بس ما تدير وعليك صوت، لأنه بيع حقوق الملكية صار يمتلك 20-30%، المجلس الإدارة الآخر يمتلك، واتخذ أنهم يطلعونها برا. اللي حصل لين انتكست الشركة، وفي عام 2001 لا هم رجعوه في 98 رجعوه، وجاء فكرة اللي المعاصرين الكمبيوترات الملونة، الماكنتوش الملون يكون ظهر أحمر أزرق أخضر، جاء فكرة جديدة بدأت فيها نجاح. بعد كده طردوه ثاني مايكروسوفت الآن دخل مستحوذ على السوق، مستحوذ. أنا أتذكر في 2001 شريت أسهم 2001 لأني عرفت هذا وين رايح موجه. رجعوه، أول ما قالوا رجعوه اهتميت حقيقة في الموضوع. أول ما قالوا رجعوه جاي في فكرة، قال الناس أكثر شيء يحتاجونه، يقول أنا أبدأ في شغلة واحدة، أنا أحب أعرف احتياجي قبل لا أنت تعرفه. هذه كلمتي ترى، أنا أحب أعرف احتياجي قبل لا أنت تعرفه. كان يشوف الناس أيام الووكمان الكاسيت يحطه ويسمع ولا سي دي، قال هذا كله خليك تسمع شريط، خليك تسمع سي دي، لا أنا أبي أخلي الموسيقى كلها معك في جيبك. تنبأ، عرف احتياجك قبل، مو بس تنبأ، عرف احتياج، قاس احتياج، قاسه، وجاب الآيباد اللي تسمعون فيه ذا. هذا رجع الشركة تقف على رجليها من جديد، تخيلوا هذا الآيباد. بعد كذا جاب الآيباد، بعد كذا جاب الآيفون، واستحوذ على حقيقة شيء رهيب، كله بسبب رجل عنده عقل وعنده احتياج. في يوم من الأيام لو قالوا لكم إن اللابتوبات راح تنقرض كان صدقته؟ لو قبل 10 سنوات، قبل 8 سنوات لا نبعد، قالوا ما راح تحتاجون اللابتوب، صدقتوهم؟ الآن من اللي يحتاج اللابتوب؟ صارت الناس كثير حقيقة تعمل من خلال، يعني صار شغله خلاص من خلال الجوال، هذا صار لابتوبك بجيبك، حجمه صغير. أنا سمعت كلمة قبل 11 سنة قالوا التكنولوجيا راح تصل إن الشاشة راح تقفلها وتحطها بجيبك. هذا الكلام ترى واحد حضر مؤتمر في اليابان، أول ما جاء حدثني قال شفته، قالوا مباراة الاختراع ترى فازت فيها سامسونج قبل 2 سنين الشاشات المطوية. ترى التكنولوجيا قاعد تتغير، اليوم جابوا تكنولوجيا جديدة اللي هي الهولوغرام راح تكون في متناول الجميع. الآن قاعدين يسوقون، عارفين الهولوغرام؟ إنك تشوفني، الآن صار جوالك هولوغرام. سامسونج خذت براءة اختراع اليوم جديدة، إن فقط الجهاز تأخذه تحطه داخل الكيس هذا الحامي لها، الكفر ذا الحامي، وانت حاطه أي مسج يجيك كذا يطلع لك هون. رهيب، يعني الناس قاعدة، التكنولوجيا قاعدة تتحرك. وهذا سؤالي لكم، احنا طلعنا ولكن شوف الأفكار والقدرة على التطبيق وتأثير الأوراق المالية. من غير أوراق مالية سليمة الشركات هذه لا قيمة لها، لا وجود لها، لا خطر، ما حد يستثمر فيه، صح ولا لا؟ أحد يستثمر مع صديق متهور؟ الناس لا تستثمر، أي شخص ما عنده أوراق مالية يعتبر بالنسبة لنا متهور.
ما عرف يقيس احتياجه. تفضل استاذ عبيد، بس ودنا يعني خمس دقائق عشان نطلع على الاسئله ان شاء الله. وباقي عندنا اصلا بس ثلاث نقاط او اربع نقاط تقريبا. قبل اول شيء القروض المصرفيه، النقطه الاساسيه بالقروض انك لازم تنتبه للنقطه هذه، ارتفاع نسبه الدين الى راس مال الشركه. انت راس مالك 100,000، القروض عندك واصله مليون مليونين، هذا مؤشر سلبي، مؤشر كارثي، بالذات لما يكون عندك مستثمرين ويشوفون ارتفاع نسبه الدين عندك راح يطالبون، بما ان المخاطر مرتفعه بيطالبون بعائد مرتفع كذلك. فلما لا تقدر، ما تقدر توفر العائد هذا، بكل بساطه بيسلمك حصتك من الشركه، بيطلع ويخليك بكل بساطه. الفرق بين عندنا بالسندات والاسهم، في فرق بسيط تقريبا، عندنا ثلاث نوعين اسهم وعندنا نوع من السندات. السندات ما فيها نسبه من الشركه، سعرها عالي ونسبه المخاطره فيها قليله. بالنسبه للاسهم عندنا اسهم عاديه واسهم ممتازه. الاسهم العاديه سعرها عادي، اقل من الممتازه والسندات، لكنها تعطيك حق التصويت، حق التصويت في الشير هولدرز ميتنج اللي هو انطرد فيه ستيف جوبز. المشروع الاجتماع هذا السنوي في ما يعني مثلا لما يكون فيه تصويت على موضوع الارباح اللي هو ريتين ايرنينجز، تصويت على توسعات مستقبليه، تصويت على توزيع الارباح من عدمه اصلا. لكن الاسهم الممتازه اهميتها او امتيازها عندك احقيه في الارباح ودفع الاستحقاقات، هي صح اغلى لكن وقت الارباح ووقت ما تفلس الشركه بيوزعون المستحقين، الاسهم الممتازه اصحابها قبل الاسهم العاديه. وكذلك انها ما تعطيك حق في التصويت، ما عندك اي حق في تصويت خلال الشركه او الاجتماع الجلسه العموميه. الان سؤال، اذا انت تهمك التحكم ودك تصدر سندات، ولا تعطي سندات خلال سنه قفل انا وياه، انا محتاج كاش انزل السندات اللي يقول كمبيالات، اخذ الكاش اشغله ارجعه خلال سنه قفل، ولا عندي صوت واحد عندي صحيح. لكن كبرت وصرت شركه وعندي نوعين من انواع الاسهم، في اسهم تجي لها حق تصويت اللي هي الاسهم العاديه، اسهم الامتياز لا ما لها حق تصويت ولكن لها حق كل سنه لازم تصرف ارباح. في ناس يهم كل سنه تصرف لها ارباح بس ما لها حق تصويت. يعني هذه ممتازه لكم في التاسيس ان شاء الله، ممكن تقول والله انا عندي نوع واحد من الاسهم، اسهم امتياز، يعني اصرف لك ارباح لكن ما لك صوت في توجهات الشركه. سؤال متميز، هذا الستاندر العالمي، احنا نتكلم لكم بالستاندر العالمي لانه يهمني انا حضور اليوم معكم انكم تاسسون شركاتكم تبحثون عن افضل ستاندر عالمي وتاسسون عليه. اسسوا فكر مختلف، اسس على اساس في يوم من الايام تكون قيمتك عاليه ملياريه. لا تاسس، خل هدفك طويل امد، لا تاسس على هدف قصير امد. الان ودا ناخذ اسئلتكم، تفضلوا اللي عنده مشروع تفضلي. سرعة التدوير. التدوير. اوكي ممتاز. لها علاقة بالمضاعفات. اللي هو تيرن اوفر ولا؟ تيرن اوفر احنا نسميه. انت عندك خلفية ولا ما عندك خلفية؟ صحيح. انا اذا ما قلت لي المصطلح كما هو صعب اني اجاوبك، ولكن سرعة التدوير. انت خذيه بسرعة التدوير اسهل. اختاروا المصطلحات لانفسكم البسيطة. اللي ما يقدر يشرح لي مشروع ببساطة أو يشرح مادته ببساطة ما راح الناس تفهم، ولا لا نستخدم، لا نضيع بالمصطلحات، خلينا في المحتوى المفهوم حقه. سرعة التدوير هلا؟ أنا ما أعرف المصطلح الثاني، أنت بس قلتي لي مضاعف، مضاعف إيش؟ لا بس أنت خلاص واصل الفكرة صح ولا لا؟ ممتاز، يعني أنت يهمك الفكرة. أنا حقيقة أنصحكم جميع بسبب سؤال، يعني اسمك الله يعافيك؟ سالمة. يعني سالمة سألت سؤال متميز اللي هو اللي ودي أنت تطلعون عليه، ودي تطلعون على التحليل المالي. حقيقة ما أخفيكم، أحيان تقدمون على جهة وتطلب استشارتي، عارفين أوراقكم المالية كم تأخذ معي؟ اتخذ قرار تسوى ولا ما تسوى؟ عارفين كم؟ احيانا ثلاث دقائق لخمس دقائق.
ماني فاضي، لذلك انظر في معايير معينه. واضحه الفكره؟ واضحه الفكره. مثل السي في، السيره الذاتيه، الناس ترى تنظر بسرعه خصوصا المتخصصين، في معايير معينه يهمني في الشخص، بعدين اسال واختبره، نجح تميز اخذه. كذلك شركتك راح تكون سيرتك الذاتيه، لذلك احرص ان اوراقك الماليه تكون سليمه، بحيث ان يوم ينظر شخص مثلي ما عنده ثلاث دقائق يتخذ يقول والله هذه ممتازه، بعدين اهتم فيها. واضحه الفكره؟ خليني احمسكم. كنت الخميس الماضي في مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه كاوست، او جامعه الملك عبد الله كاوست، في شيء اسمه تقادم. كان في تقادم، مش تقادم، كان اصحاب المشاريع يعرضون مشاريعهم وفي مستثمرين يتخذون قرار نستثمر ولا ما نستثمر. مرت علي ثلاث مشاريع جباره، مشاريع الان تاخذ خطوتها فعلا. اقدر اشوف الريال يصير 1000، في مشروع الريال اقدر اشوفه يصير 5000. واضحه الفكره؟ انه فعلا رهيب. وكان وراه ناس متخصصه. واحد من المشاريع هو عباره عن ساتلايت، الاقمار الصناعيه، يستاجر منه. احنا عندنا مشكله مياه في المملكه، صحيح؟ هذا الساتلايت يكشف على مزرعتك او على المزارع، تجونه يعني اي احد صاحب مزارع يقول له تعال، مو لازم تسقي هنا، اسقي في المنطقه هذه، ترى الم هنا يقعد، هو قاعد يسقي كل يوم ما يحتاج، انا اقدر اقول له متى يسقي ومتى الم فعلا يروح عنده، يبين معي اخضر واحمر. رهيب اختراع على مستوى الانسانيه في مشكله في المياه. هذا المشروع بدوه ب 900,000، الان وصل 900,000 ريال بس. انتم متخيلين المشروع هذا لو صار عالم ايش راح يصير فيه؟ لو العالم يحتاجه، لو اخذ براءه عليه، ترى مشروع جبار. سم احتياج المياه في المزرعه، المياه الحين سقيت، انت انسان يعني مزارع بسيط بس تسقي كل يوم، متعود على نظام معين، انت مو لازم تسقي كل يوم. انا قاعد اقول لك اذا انت تسقي 10 مرات مثلا، خلينا نفترض 4 مرات في الاسبوع، انا ممكن اقول لك مرتين بالاسبوع، انا خدمت اول شيء المياه في المنطقه وخدمتك انت. يعني مشروع ذو قيمه عاليه لانه حيوي، المياه حيويه، لذلك حسن اداره. يعني انتم متخيلين عالميا في شعوب ما عندها مياه، شلون مشروع مثل هذا الدول كم راح تدفع لي فيه؟ رهيب. ويخدم الانسانيه، ولا يخدم المزارع، يخدم الجميع. يعني في مشاريع من طرفي تقول فعلا هذا مشروع جبار لانه يخدم امور كثيره. لذلك حبيت اقول لكم اطلعوا على منصه التقادم، شوفوا الاخرين وش سووا من مشاريع متميزه، هالمشاريع هذه ممكن تكون لكم في يوم من الايام، ممكن تجذبون كثير من المستثمرين فعلا ودي حصه منك باي طريقه، ممكن يغريك بالمال، ممكن يوصل للملايين، بس عشان عندك براءه اختراع، بس عشان عندك براءه اختراع سوي شيء جديد ما حد سواه، لانك فعلا درست بشكل سليم. ليه لا، كلها صارت، كلنا نشوفها. يعني خليني اخذ اسئلتكم. اي سؤال اخر؟ تفضل. خصومات المورد. طيب خليني اعطيكم معلومه محاسبيه بعد، انا اليوم جايكم حقيقه مو اعطيكم فقط قراءه الاوراق الماليه، يعني الاستاذ عبيد ما قصر في الاوراق الماليه وفي قراءه التمويل، حبيت اني اضيفكم خبرتي المعرفيه والفعليه في السوق. اول ما اشوف تخفيضات مثلا ماشي تمشى في السوق، والله لاحظت عندهم كلهم تخفيضات، اقول هذول عندهم مشكله كاش؟ ابدا اسال السؤال هذا على طول، هل في بضاعه جديده ومتورطين بالستك الموجود؟ لذلك فعلا، لانه احيانا قيمه التخزين عاليه، قيمه التخزين عاليه، انا ما امتلك مخزن، لذلك ترى مو كل تخفيض متميز لكم، بس انا من اهل المال مش صاير، خلني ابيع بسعره، انا ممكن اكسب ولاء مثل بعض الشركات المتميزة، إن شاء الله أنتم من زباينها، قبل يصير التخفيض يرسلون للزبائن الخاصين
رسائل ترى بيصير عندنا تخفيض خاص لكم، تعالوا خذوا اللي تبونه، وتخفيضنا على جميع البضائع 30%، وما حط بس رسالة للخاصين، يجي نشري وخلص، لا خلصنا طلعنا، ممكن ينزل تخفيض أكبر، بس يجون الزبائن العاديين يشترون الله ليهينهم، بس شوف كيف خدمني كزبون، أنا ولا يصير عالي له ولا ما هو عالي، لازم نخلق ولاء بالتجارة، لازم نخلق ولاء التخفيضات. أنت كمشغل مثل ما تفضل الأستاذ عبيد، أهم شيء لك الكاش التشغيلي حقك، التشغيل كم قاعد يطلع لي يعني. كم التشغيل قاعد يطلع لي، أنا محتاج أعرفه. هذا التشغيل عشان يطلع لي أعلى لازم أقلل تكاليفه لأقصى حد، صحيح؟ إذا أنا متميز وسددهم واستفيد من الخصومات هذه ليش لا، صحيح؟ أحيانا التاجر الشاطر يجي ينشد له شخص متخصص في المال يقول والله أنا عندي مشكلة، أنا الزباين أبيعهم ولا يسددوني، إيش الحل؟ قل له تعال وش المشكلة عندك في أي قطاع؟ قال مثلا قطاع المقاولات، قل له ما شاء الله يشترون منك بكم؟ والله يقول 300-400 ألف. طيب يوم تحط له تخفيض 10% يسدد خلال شهر، كم 10% من 300 ألف؟ تستاهل ولا ما تستاهل؟ أسدد بسرعة تحفيز، وبنفس الوقت يعطيني قدرة أني أحرك الكاش ودوره مرة ثانية، صحيح؟ لازم يكون حاسبها، يوم حط نسبة التخفيض مناسب لسرعة التدوير حقتي، صح ولا لا؟ لا علاقة ولا ما لا علاقة؟ لا علاقة، لاحظت؟ لذلك لازم تكون متحكم في هذا. حنا في لنا مصطلح نستخدم نقول المؤسسة أيا يكن، ترى مثل الجسم، مثل الجسم البشري لازم الدم يتحرك فيه بالشكل السليم. أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر؟ قدامنا دقيقتين، أي سؤال آخر؟ معلش دكتور بس نرجع لنقطة التقادم، كم كان وقت البرزنتيشن بالمشاريع؟ البرزنتيشن لما يقدموا مشروع؟ أي انتبهوا، لا أعطيت برزنتيشن مشروع كان الوقت فقط 3 دقائق، تعرض مشروعك اللي تعبت فيه سنين. شوفوا ترى السوق شرس، لذلك خلوكم متمكنين لا نزلتوا. أي سؤال آخر؟ أولا تفضلي تفضلي. والله سؤالك مركب. طيب ممتاز، بشوفي سؤالك هذا عشان أجاوبه بتخصصية حقيقة محتاج وقت أكبر، أنا عندي الحين دقيقة وشوي. اللي بقوله القيمة الدفترية هي القيمة الفعلية للملكية هذه داخل الشركة. يوم أقسم شركتي رأس مالي 1,000,000 أقسمه على سهم يسوى 10، هذه القيمة الدفترية، أقرب للموضوع هذا، مو بالشكل البساطة هذه بس أقرب لهذا. هذه القيمة الدفترية. القيمة السوقية الناس اللي تضارب عليه، لأن أنا منزل كميات معينة، صحيح؟ واضح؟ طيب اللي يعكس الوضع المالي، أو خلينا نعكس تفاؤل، تفاؤل المستثمرين، لأنك أنت ما راح تضارب على سهم إلا أنت متفائل فيه، صحيح؟ متفائل، تفاؤل المستثمرين. أولاً الشكر حقيقة لمنشآت بقيادة سعادة المهندس صالح رشيد حقيقة على هذه الفرصة، الشكر موصول لجامعة حايل حقيقة على حرصها على تواجدنا هنا معكم، تمنينا وتمنى أن نقدم لكم أكثر، لكن الوقت مقنن، وأتمنى اللي قدمنا لكم يكون جدا مفيد. شكرا جزيلا.